السلام على أفضل مرسلين سيدنا محمد رسول الله. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان مهم. خليكم معايا لنهاية الامتحان، هتستفادوا وهتعرفوا بعد كده تحلوا أي امتحان. يلا يا شباب بينا. طبعا الامتحان بيبقى جغرافيا وتاريخ، الجغرافيا 3 أسئلة والتاريخ 3 أسئلة، والامتحان بيبقى عليه 70 درجة. طبعا هنبدأ بسؤال الجغرافيا. أول سؤال هنا الخريطة، اللي هي خريطة العالم. أمامك خريطة للعالم، وضح مدلول الأرقام الآتية. 1 قارة، هنا قارة آسيا، وهنا أكبر قارة. قارة آسيا أكبر قارة في العالم هي قارة آسيا. 2 المحيط، هنا 2 المحيط الهادي، المحيط الهادي. 3 دائرة عرض، دائرة عرض، هنا دائرة العرض، دائرة الاستواء. 4 قارة، 4 هنا قارة أستراليا، وهي أصغر قارة في العالم قارة أستراليا. 5 بحر داخلي، بحر داخلي يعني بحر مفتوح بفتحة صغيرة أو بفتحة ضيقة على المحيط، وهنا البحر المتوسط. 6 بحر خارجي، بحر خارجي اللي هو يعني معناها بحر مفتوح بفتحة واسعة على المحيط، وهنا بحر الصين، بحر الصين. هنخش في به. السؤال الأول، اكتب المصطلح الجغرافي لكل من العبارات الآتية. أحد الظواهر الكونية وتحتوي على ملايين النجوم، المجرة. أحد الظواهر الكونية ويحتوي على ملايين النجوم، المجرة. 2 أنصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي، خطوط الطول، وطبعا عددها 360 خط طول. فصل مناخي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي يوم 21 مارس، هو فصل الربيع. فصل الربيع، فصل مناخي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي يوم 21 مارس، فصل الربيع. كوكب لونه أحمر وتربته غنية بأكسيد الحديد، كوكب المريخ. كوكب لونه أحمر وتربته غنية بأكسيد الحديد، كوكب المريخ. جيم في السؤال الأول، أحدد الأثر الناتج عن اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس. طبعا الشمس هنا بتخرج نوعين من الأشعة، أشعة عمودية وأشعة مائلة، وهنا في اختلاف بين الأشعة العمودية والأشعة المائلة، لأن الأشعة العمودية بتؤدي إلى ارتفاع الحرارة، والأشعة المائلة بتؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة. طب إيه الأثر الناتج عن اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس؟ ده معناها إن أشعة الشمس العمودية على مناطق ومائلة على مناطق أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة وبالتالي تنوع المناخ. يبقى اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس تؤدي لاختلاف درجات الحرارة، اختلاف الحرارة أو تنوع الحرارة وتنوع النبات وتنوع الحياة على سطح الأرض. يبقى الأثر الناتج عن اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس إن هنا في نوعين من الأشعة، أشعة عمودية وأشعة مائلة، وإن الأشعة العمودية والمائلة بتؤدي لاختلاف الحرارة وتنوع النبات وتنوع الحياة على سطح الأرض. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب، ونخلي بالنا لأن ولادنا بينسوا دايما مع التصويب. وهنا التصويب مهم لأن النقطة الغلط بتبقى عليها درجة أكبر، درجة على العلامة ودرجة على التصحيح، يعني زيها زي السؤال المقالي. لذلك أنا لازم أن أنا أهتم وصحح الإجابة الخطأ. هنا الفرق في الزمن بين كل خط طول وآخر 7 دقائق. طبعا هنا الفرق في الزمن بين كل خط طول وآخر 4 دقائق، يبقى هنا الإجابة هتبقى خاطئة، وهكتب الإجابة الصح 4 دقائق. رقم 2،
يتساوى طول الليل والنهار في نصفي الكرة الأرضية في الاعتدالين، طبعا الاعتدالين اللي هم الربيع والخريف، فعلا بيتساوى طول الليل والنهار وبيبقى فيه اعتدال في درجات الحرارة. يبقى هنا الإجابة صحيحة. 3. يتركز اليابس في نصف الكرة الأرضية الشمالي، هنا الإجابة صح، بيتركز اليابس في نصف الكرة الشمالي. 4. تعد سهول وادي النيل من السهول الساحلية، سهول وادي النيل من السهول الفيضية، يبقى الإجابة هتبقى خطأ ونصحح، نكتب هنا الفيضية، يبقى تعد سهول وادي النيل من السهول الفيضية. به، في أي القارات تقع كل ظاهرة مما يلي؟ وهنا ما ينفعش أكتب دولة، لا لازم أكتب القارة، لأن هنا إحنا عايزين القارة. هضبة أثيوبيا في قارة إيه؟ أفريقيا. هضبة أثيوبيا في قارة أفريقيا. جبال الأنديز، جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. جبال الألب، وهي جبال الألب بتفصل بين أوروبا وقارة آسيا، بس الجزء الكبير منها في قارة أوروبا، يبقى جبال الألب في قارة أوروبا. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تكونت جزر هاواي في المحيط الهادي نتيجة الزلازل ولا البراكين ولا الانكسارات ولا الالتواءات؟ تكونت جزر هاواي في المحيط الهادي نتيجة البراكين، يبقى هنا هنحط خط تحت البراكين، ونخلي بالنا ان سؤال الاختر هو صحيح بيبقى شامل الاجابة وسط الكلام الغلط، لكن بيلخبط لان انا ممكن اختار حاجة خطأ، يبقى لازم اكون مركز قوي وعارف انا بختار ايه. يبقى تكونت جزر هاواي في المحيط الهادي نتيجة البراكين. أصغر المحيطات مساحة، المحيط الهادي ولا المتجمد الجنوبي ولا الهندي ولا القطب الشمالي؟ هنا أصغر المحيطات القطب الشمالي، وطبعا أكبر المحيطات الهادي، لكن هنا السؤال أصغر المحيطات مساحة المحيط القطب الشمالي. 3. تنخفض الحرارة وتسقط الأمطار خلال فصل الصيف ولا الخريف ولا الشتاء ولا الربيع؟ تنخفض الحرارة وتسقط الأمطار خلال فصل الشتاء. يميل عن الخط العمودي بزاوية مقدارها 23.5 درجة، اللي بيميل ايه؟ القطر القطبي ولا محور الارض ولا القطر الاستوائي ولا خط جرينتش؟ طبعا هنا هو محور الارض، لان محور الارض هو عبارة عن خط عمودي، خط بيصل بين القطبين ويميل عن الخط العمودي بزاوية مقدارها 23.5 ويمر على مركز الارض، يبقى هنا محور الارض هو اللي بيميل عن الخط العمودي بزاوية مقدارها 23.5 درجة. ماذا يحدث إذا كانت جاذبية الأرض تساوي جاذبية كوكب المشتري؟ لو كانت جاذبية الأرض تساوي جاذبية كوكب المشتري سوف يلتصق الإنسان، لأن جاذبية كوكب المشتري أعلى من جاذبية الأرض، فهنا سوف يلتصق الإنسان. هنكتب سوف يلتصق الإنسان. يبقى ماذا يحدث إذا كانت جاذبية الأرض تساوي جاذبية كوكب المشتري؟ سوف يلتصق الإنسان. ماذا يحدث إذا لم يكن محور الأرض ثابت الميل في اتجاه واحد أثناء الدوران حول الشمس؟ احنا عارفين إن محور الأرض بيميل عن الخط العمودي ب 23.5 درجة، وإن الميل ثابت، يعني ما فيش سنة بيتغير، يعني ما فيش مثلا السنة دي 22، سنة 20، سنة 23. وده معناه إيه؟ معناه إن فصول السنة هتيجي بترتيبها اللي احنا عارفينه كل سنة، اللي هو الشتاء ورا الربيع ورا الصيف ورا الخريف، تمام، وان مش هيتغير حاجه في الترتيب. يبقى هنكتب الاجابه ازاي؟ هنقول لجاءت فصول السنه الاربعه بغير ترتيبها، يعني اذا لم يكن محور الارض ثابت الميل اللي هو المعروف في اتجاه واحد اثناء الدوران حول الشمس، لجاءت فصول السنه الاربعه بغير ترتيبها وربما تكرر الشتاء. يبقى لجاءت فصول السنة بغير ترتيبها وربما تكرر الشتاء.
يبقى ماذا يحدث إذا لم يكن محور الأرض ثابت الميل في اتجاه واحد أثناء الدوران حول الشمس؟ طبعا فصول السنة الأربعة هي بتيجي بسبب الدورة السنوية اللي هي دوران حول الشمس، وكمان ترتيب الفصول بهذه الطريقة بسبب ميل محور الأرض اللي هو الثابت، ثبات ميل محور الأرض. يبقى الإجابة لجاءت فصول السنة بغير ترتيبها، وربما تكرر الشتاء. ممكن نقول ربما تكرر الشتاء، ربما تكرر الصيف. كده يكون خلصنا الجغرافيا. هنبدأ إن شاء الله تاريخ، خليكم معايا. ثانيا التاريخ. السؤال الرابع: ألف عهد من أنشئ كل مما يأتي؟ مسلتين في معبد الكرنك. الملكة حتشبسوت كانت بتحب التشييد والبناء، وحكمت مصر 20 سنة في استقرار وعدالة. هي هنا عملت مسلتين في معبد الكرنك، يبقى الملكة حتشبسوت. مقياس النيل عند الجندل الثاني. اللي أنشأ مقياس النيل عند الجندل الثاني، واللي أنشأ سد اللاهون، أمن محات الثالث. وأمن محات الثالث كان في الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي. أمن محات الثالث يبقى مقياس النيل أو سد اللاهون، أمن محات الثالث. تمثال أبي الهول. تمثال أبي الهول اللي أنشأه الملك خفرع. الملك خفرع، خفرع هو الذي أنشأ تمثال أبو الهول. تمثال أبو الهول الملك خفرع. قناة سيزوستريس هنا اللي أنشأها سونوسيرت الثالث. سونوسيرت الثالث، قناة سيزوستريس، سونوسيرت الثالث. وما لخبطش بين الملك اللي قاعد حفر قناة سيزوستريس، هو كان اسمه نخاو. يبقى قناة سوزوستريس اللي عملها سونوسيرت الثالث. شيد هرمين المشهور. طبعا ده عصر الدولة القديمة، وعصر الدولة القديمة هي عصر بناة الأهرامات. والمعروف عن عصر الدولة القديمة إن كل ملوكها قاموا ببناء مقابر على شكل أهرامات حصينة. شيد هرمين بدهشور الملك سنفرو. ووضح العلاقة بين نهر النيل والحضارة المصرية القديمة. العلاقة هنا بين نهر النيل والحضارة المصرية القديمة ان من اسباب قيام الحضارة او من عوامل الحضارة المصرية القديمة نهر النيل، لان على ضفاف نهر النيل الانسان المصري استقر واشتغل بالزراعة وقامت الحضارة المصرية القديمة. هنقول ان من عوامل، دي الإجابة، إن من عوامل قيام الحضارة المصرية، إن من عوامل قيام الحضارة المصرية نهر النيل على ضفافه اشتغل المصري القديم بالزراعة. يبقى نهر النيل والحضارة المصرية إيه العلاقة؟ إن من عوامل قيام الحضارة المصرية نهر النيل على ضفافه اشتغل المصري القديم بالزراعة. رقم 2، وضح العلاقة بين الاعتقاد في البعث والخلود وتشييد الأهرامات. هنقول إن من نتائج اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود هو تشييد الأهرامات كمقابر حصينة في الصحراء. هنقول إن من نتائج اعتقاد المصريين بالبعث والخلود تشييد الأهرامات كمقابر في الصحراء الجافة.
يبقى العلاقة بين الاعتقاد في البعث والخلود وتشييد الأهرامات إن من نتائج الاعتقاد في البعث والخلود للمصريين القدماء إنهم شيدوا الأهرامات كمقابر في الصحراء الجافة. جيم في السؤال الرابع، دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. يعد عهد رمسيس الثاني عهد حروب وسلام. عهد رمسيس الثاني هو عهد حرب وسلام، وهو كان من الأسرة التسعتاشر لأن هو خاض حروب انتصر فيها وكمان عقد معاهدة سلام، والحروب اللي خاضها مع الحوثيين وانتصر عليهم. يبقى نقول ايه؟ حيث انتصر على الحوثيين في معركة قادش، وعقد معهم معاهدة سلام. يبقى هنا دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. يعد عهد رمسيس الثاني عهد حروب وسلام، حيث انتصر على الحوثيين في معركة قادش وعقد معاهدة سلام. تعددت مهام الفرعون. الفرعون كان في ايديه السلطة الدينية والدنيوية، لذلك كانت مهام الفرعون كبيرة، منها الدفاع عن البلاد، الدفاع عن البلاد، وطبعا قيادة الجيش. ممكن نقول الدفاع عن البلاد وقيادة الجيش وصد المعتدين، إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس طبعا، وتوفير حياة كريمة، توفير حياة كريمة للناس. يبقى تعددت مهام الفرعون. ندلل الإجابة، الدليل أو البرهان الدفاع عن البلاد، إقامة العدل، توفير حياة كريمة. الدفاع عن البلاد، إقامة العدل، توفير حياة كريمة. السؤال الخامس، اكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. انتشرت عبادة الآلهة نقاط في عصر الدولة الحديثة. تعددت طبعا العبادات خلال الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. الدولة القديمة كان في عبادة الآلهة راع، في الدولة الوسطى أوزوريس، في الدولة الحديثة كان أمون. يبقى انتشر عبادة هنا الآلهة في عصر الدولة الحديثة أمون في الدولة الحديثة. لو قال الوسطى أوزوريس، لو قال القديمة يبقى عبادة الآلهة راع. استخدم المصري القديم في تقليب التربة الزراعية. هنا استخدم المصري القديم الفأس في تقليب التربة الزراعية. أما الشادوف هنا في رفع المياه، يعني الشادوف كان المصريين القدماء بيستخدموه لنقل المياه من نهر النيل للأراضي اللي هي مرتفعة عن النهر شوية، فبيستخدموا الشادوف، لكن هنا الفأس كان لتقليب التربة الزراعية. أول من احتل مصر بعد انتهاء الحكم الفرعوني، كان الفرس. والفرس يا ولاد هم إيران وأفغانستان حاليا، دولتي إيران وأفغانستان حاليا. يبقى أول من احتل مصر بعد انتهاء الحكم الفرعوني الفرس. أطلق المصريين القدماء على نقط على اسم الملوك الرعاة. هنا الملوك الرعاة، هنا المصريين أطلقوا على الهكسوس اسم الملوك الرعاة، الهكسوس، لأنهم أخذوا مصر دون وجه حق. يبقى أطلق المصريين القدماء على الهكسوس اسم الملوك الرعاة. أنشأ الملك نقط الهرم المدرج بسقارة، اللي غير في أسلوب العمارة. بعد ما كانت المرحلة الأولى حفرة والمرحلة الثانية حفرة وفوقها مصطبة، أنا بتكلم عن المقابر، بعد كده المرحلة الثالثة اللي غيرها كان زوسر لما عمل الهرم المدرج من 6 مصاطب. يبقى أنشأ الملك زوسر الهرم المدرج بسقارة.
ما النتائج التي ترتبت على ظهور أسرة أهانيسيا في عصر الإضمحلال الأول؟ أسرة أهانيسيا في عصر الإضمحلال الأول كانت النتيجة على ظهورها إنها طردت الآسيويين من البلاد، طرد الآسيويين من البلاد، وأسست الأسرة التاسعة والعاشرة، طرد الآسيويين من البلاد وتأسيس الأسرة التاسعة والعاشرة. يبقى ظهور النتيجة المترتبة على ظهور أسرة أهانيسيا في عصر الإضمحلال الأول طرد الآسيويين من البلاد وتأسيس الأسرة التاسعة والعاشرة. ما النتيجة المترتبة على زيادة نفوس كهنة الآلهة راع في أواخر عهد الأسرة الرابعة؟ هنا نفوس كهنة الآلهة راع في أواخر عهد الأسرة الرابعة أدى أن أسر كاف أسقط الأسرة الرابعة وأسس الأسرة الخامسة. يبقى أسقط أسر كاف الأسرة الرابعة وأسس الأسرة الخامسة. يبقى هنا من النتيجة المترتبة على زيادة نفوس كهنة الآلهة راع في أواخر عهد الأسرة الرابعة أسقط أسر كاف الأسرة الرابعة وأسس للأسرة الخامسة. ما النتيجة المترتبة على إنشاء أسطول حربي في مصر الفرعونية؟ الأسطول الحربي كان في الدولة الحديثة وجعل رمسيس الثالث إن هو يقدر يحارب شعوب البحر المتوسط وينتصر عليهم. يبقى بذلك خاض رمسيس الثالث معارك بهذا الأسطول وتصدى رمسيس الثالث لشعوب البحر المتوسط. هنقول على طول إجابة سهلة، انتصار رمسيس الثالث على شعوب البحر المتوسط. طبعا شعوب البحر المتوسط بلاد على البحر، لازم هيحاربهم بالأسطول. السؤال السادس، حدد الآثار الدالة على اهتمام سنوسرت الثالث بالعمارة الحربية. هنا سنوسرت كان مهتم بحدود مصر، ان هو يحمي حدود مصر، فهنا قام ببناء قلعتي قمنة وسمنة. وطبعا هنا البناء كان بناء حربي، لان هيبقى فيه عساكر، هيبقى فيه اسلحة عشان يحافظوا على حدود مصر اللي هي الحدود الجنوبية. يبقى ايه الاثر اللي عمله سنوسرت؟ هنقول قلعتي قمنة وسمنة في جنوب مصر. يبقى الأثر الدال على اهتمام سنوسرت الثالث بالعمارة الحربية بناء أو تشييد قلعتي قمنة وسمنة في جنوب مصر. الأثر ما هو الأثر لاتخاذ الهكسوس بعض الإجراءات لتأمين أنفسهم من ثورات المصريين؟ الهكسوس عملوا إيه عشان ثورات المصريين؟ بنى لهم عاصمة في الشرقية في صن الحجر اسمها أواريس، بناء عاصمة لهم اللي هي اسمها إيه؟ أواريس. بما تفسر به في السؤال السادس، يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي. يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي لأن ملوك الإجابة لأن ملوك الدولة الوسطى استثمروا كل موارد البلاد أو موارد الدولة في عمل مشاريع. وطبعا عصر الرخاء الاقتصادي كان ملوك الدولة الوسطى كانوا بيستثمروا كل موارد الدولة. ايه موارد البلاد او موارد الدولة؟ المعادن، الصخور، الزجاج، التربة، المياه العذبة، في انهم يعملوا مشاريع تستفاد منها مصر. لذلك هنا كان عصرهم هو عصر رخاء اقتصادي.
أهمية اكتشاف النار في عند المصري القديم. النار اكتشفت في العصر الحجري القديم، وكانت طفرة بالنسبة لبداية الإنسان على الأرض، لأن النار هنا ساعدته إنه يقدر يعيش. فطبعا هنا أهمية اكتشاف النار، مثلا هنقول طهي الطعام، التدفئة استخدمت في طهي الطعام، التدفئة ممكن نقول تخويف الحيوانات المفترسة. يبقى أهمية اكتشاف النار عند المصري القديم طهي الطعام، التدفئة، تخويف الحيوانات المفترسة. فبكده يكون خلصنا الامتحان بتاعنا. يا رب تكونوا استفدتم، ونشوفكم على خير، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.